حلم الاحتراف في أندية أوروبا واحد من أهم الأحلام عند لعيبة كابيتانو مصر. جزء من لاعبي كابيتانو مصر جالهم الفرصة عشان يقابلوا واحد من أوائل المحترفين المصريين في فرق التوب ليفل في الدوري الإنجليزي، رامي شعبان. السلام عليكم يا جماعة. حارس المرمى المصري السويدي ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي السابق، لما رامي سمع بتجربة البرنامج أصر يتواصل مع اللعيبة ويشجعهم بنفسه بالرغم من عدم تواجده في مصر. اللعيبة كانوا متحمسين جداً للقاء ومحضرين أسئلتهم لحارس الأرسنال. أنا فرحان جداً تطلع ببروجرامك زي كابتانو مصر، وأنا فرحان أشوفكم وإن شاء الله شدها لكم. يعني لما أنا كنت في سن زيكم كده 14 سنة ما كانش في دماغي تطلع برا وألعب في أوروبا وأعمل حاجة كويس. يعني أنتوا قدامي، يعني أنتوا مليون مرة أحسن مني لما أنا كنت 14 سنة. شد هلكو، تمرن كويس. أنا عنده برضو ابنه وعنده 14 سنة، أنا دايما بيقول له بص قدامك، بص فوق، ما تبصش تحت. أنا اسمي أحمد عمار، بلعب حارس مرمى. ممكن تحكي لي عن رحلتك في سن ال 14 سنة من الزمالك إلى الأرسنال؟ أنا كنت عنده 20 سنة لما كنت بتمرن مع الناشئين في نادي الزمالك تحت 21، كنت بلعب شوي معهم وكنت بتمرن مع الكبار في الدرجة الأولى، بس هما كان كويسين جدا، أنا ما كانش كويس في سنة 20. لما رجعت السويد تمرنت في فريق في السويد، ربنا كرمني وجي طبعا فريق جامد زي نادي الأرسنال في لندن، طبعا هتطلع ألعب معهم. يعني احكي لنا عن الإصابة اللي تعرضت ليها. الإصابة كان في التمرين، وده مهم جدا. يعني جي مارتن كيون اللي كان في ده، كان هدسة كده في التمرين، هو اصلا كان الديفندر بتاعي. يعني ده كان معلش، يعني ده حصل في الكورة، يعني ورجلي كسرت في التمرين. كنت عندنا ماتش قبليها، بس طبعا انا روح نفس اليوم للمستشفى. يعني الرجل كان 90 درجة، يعني ما كانش شكله كويس يعني. بس أنا برضو كان الحمد لله، يعني أنا كنت في مكان كويس جدا مع المستشفى وفريق كويس. طبعا ده خد وقت، يعني أنا ده حصلت في شهر 12 2002، وأنا كنت في البري سيزن. أنا في دماغي حطيت في دماغي أنا أشتغل جامد جدا الريهاب عشان تطلع في بداية الموسم في الشهر 7، بس طبعا صعب. بس الحمد لله، يعني انا لعب شويه ماتشات في ريزيرف تيم وكده واتمرنت كويس الحمد لله. يعني التعامل مع فينجر المدرب الفني لارسنال كان معاه صعب؟ شوف، يعني مدرب محترم جدا، محترم وويل ادوكيتد، يعني دروس كويس، بيتكلم مثلا 5-6 لغه. بس هو برضه كان موت كورة، يعني كان أول واحد في التمرين التريننج جراوند الملعب بتاعتنا، كان أول واحد جيه وآخر آخر واحد سايب التريننج جراوند الملعب. واللقاء أكيد راح للكلام عن محمد صلاح. هل حضرتك عرضت على محمد صلاح اللي هو يروح أرسنال ولا لأ؟ أنا كنت عايز محمد صلاح يجي أرسنال طبعا، يعني هو لعيب جامد. يعني هو لما هو كان في روما انا كنت عايزه يجي ارسنال، بس معلش بالاسف بقى روح ليفربول. بس انا كنت طبعا عايزه لفريق احمر تاني مش ليفربول، كنت عايزه في الارسنال. وانت عايزه فين؟ انا عايزه في ريال مدريد. لا طبعا، هو كل فريق في انجلترا عايزه، يعني هو جامد جدا. يعني عايز اسال حضرتك سؤال مختلف عن الكوره. اتفضل يا حبيبي. مين اكتر مغني حضرتك بتحبه عربي؟ انا هشام عباس، عمرو دياب، مصطفى عمر. لازم حضرتك تغني. انت عايز انا اتغني؟ مش هحاول. زمان زمان وانا صغير
كنت بحلم أكبة كبير أكبة كبير تعب القلب وتهير من دنيا ومن مشاوير زمان. كويس كده؟ كويس كده كف. شكرا.